تعاني الجسور في بغداد وعموم المحافظات من إهمال واضح، شأنها شأن كل المرافق الخدمية من طرق ودوائر حكومية. مواطنون رصدوا الحالة في جسر ببغداد، والإجراءات المتبعة التي اكتفت بترميم جسر آخر سوريا من خلال القليل من الإسمنت لإخفاء التشققات دون عملها أو إصلاحها بالخرسانة الإسمنتية المتهالكة جذريا وبطرق هندسية معروفة، للأسف هذا لم يحصل. تعالوا نتابع وإياكم. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ طبعا هذا جسر بغداد، اكو عالم يسميه جسر صدام. هاي شوفوا هاي الحدايد، هسه هذا خطيل الزمه من كرتون طق عند التاير بسبب هذا الحديد الطالع. شوفوه ما شاء الله، هذا على جسر صدام السايد الرايح اللي جاي من بغداد جديده، هاي بالصعده. وهذا الازدمه خطيه من هاي كركوك طابق سيارته تريدويل. مقطع آخر ويكشف الإجراءات المتبعة من قبل الأمانة، أي أمانة بغداد طبعا، في جسر آيل للسقوط ببغداد، بعد أن وضعت الأمانة دعامات حديدية أسفل الجسر بدلا من معالجة المشكلة جذريا وإغلاق الجسر إلى حين إصلاحه.